قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. انتشر بين الناس في هذه الأيام رسائل عبر الجوال تتضمن تحريم التهنئة بالعيد قبل العيد بيوم أو يومين، وأنه من البدع، فما رأي فضيلتكم؟ لا أعلم هذا الكلام، هذا روجوه ولا أعلم له أصلا. والتهنئة مباحة في يوم العيد أو بعد يوم العيد مباحة، أما قبل يوم العيد فلا أعلم أنها حصلت من السلف، أنهم يهنئون قبل يوم العيد. كيف يهنى بشيء لم يحصل؟ التهنئة تكون يوم العيد أو بعد يوم العيد، مع أنها لا دليل عليها. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول: أنا لا أبدأ بها، ولكني أرد على من بدأني وهنأني. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.